مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من منطقة باب العمود ورصد الأجواء في هذا المكان الذي يمتاز بتوافد العديد من أهالي مدينة القدس والشبان المقدسيين والفلسطينيين عامة للتواجد هنا ليعيشوا الأجواء الرمضانية في منطقة باب العمود. وهذه الأجواء تحاول الاحتلال منذ بداية شهر رمضان المبارك تنغيص فرحة الفلسطينيين في الأجواء الرمضانية التي يعيشونها هنا في منطقة باب العمود. يعني اليوم نشاهد بعد خروج المصلين من المسجد الأقصى المبارك يمرون من منطقة باب العمود نشاهد هذه البسطات التي تنتشر في منطقة باب العمود. لنشاهد هنا خيرات هذا المكان. شكرا جزيلا.
يعني هنا منتجات وعصائر باب العمود. إذن نستكمل هذه الجولة في هذا البث المباشر من أجواء باب العمود. إذا بسمعوا صوتكم مش عالي والله ما هي حلوة. بدنا نعيدها صوت عالي. أنتوا بتقولوا أنا وياك يا أبو شارع وأنا علي الباب. يا ريتك لأمي. إذن وهنا كعك القدس، هذا الكعك الذي تمتاز به مدينة القدس. يعني لا يمكن لأحد أن يمر من مدينة القدس أو يصل هذه المدينة إلا ويشتري الكعك المقدسي. إذن هنا أيضا كيلو التمر بعشرة شيكل، تمر من باب العمود. نص كيلو لوز بعشرة، نص كيلو حبة مليانة بعشرة، نص كيلو لوز بعشرة. إذن هنا بداية السوق بعد دخولنا باب العمود. نشاهد الأجواء داخل البلدة القديمة في هذه اللحظات. إذن نحن الآن داخل البلدة القديمة من باب العمود. هنا المدخل الرئيسي للبلدة القديمة من باب العمود، أحد الأبواب الرئيسية لسور مدينة القدس. ونشاهد هنا هذا السوق المؤدي إلى سوق خان الزيت وإلى حي الواد. حي تمام، كل عام وانتم بخير. يسعدك يا رب. هيا للدافع فرانا خمس باع. السلام عليكم، يعطيكم العافية. إذا هنا كعك القدس والخبز المقدسي. هنا نصل هذه المنطقة، هنا الطريق المؤدية إلى سوق خان الزيت، وهنا الطريق المؤدية إلى حي الواد. وجميع هذه الطرق تؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك.
يعني في هذه الأيام في خلال شهر رمضان المبارك تنتشر البسطات في مدينة القدس لانتعاش هذه المدينة في هذا الشهر المبارك بحركة المتسوقين، وخاصة أيضا بعد خروج المصلين من المسجد الأقصى المبارك وأداء صلاة العشاء والتراويح. تعيش مدينة القدس حالة من الركود الاقتصادي طوال العام لتنتعش خلال هذا الشهر الفضيل والذي ينتظره أهالي مدينة القدس على أحر من الجمر. سلام عليكم، كل عام وانتم بخير، عم يعطيك العافية. كيلو بعشرين دولار بعشرة الاسنيكرز، كرتونة بعشرة الاسنيكرز. ليش لا انت إذن كنا معكم في هذه الجولة الرمضانية من مدينة القدس تحديدا من أجواء باب العمود، هذا الباب أو هذه المنطقة تحديدا التي تتعرض يوميا لانتهاكات واعتداءات الاحتلال. نتمنى أن تمر هذه الليلة دون أي اعتداء ودون أي اعتقال للشبان الفلسطينيين. حالات الاعتقال والاعتداء التي شهدناها في الأيام الماضية منذ بداية شهر رمضان المبارك، وكل ليلة تحصل على انتهاكات للشبان الفلسطينيين من قبل الاحتلال، إما باعتداء على الشبان أو اعتقالهم أو قمع المتواجدين لتفريغ المنطقة من جميع المتواجدين. ولكن مثل ما نشاهد رغم كل ما يتعرضون إليه نشاهد هذا التواجد الكبير من قبل الشبان الفلسطينيين هنا في منطقة باب العمود. إذن ننهي هذا البث المباشر هنا ونتابع معكم في أي جديد عبر بث مباشر آخر في حال تجددت الأوضاع هنا في منطقة باب العمود.